السلام عليكم، اهلا بكم مره تانية في قناتي على اليوتيوب يوميات ام زد او يوميات ميزو. النهارده اقدم لكم حاجه تانية في المطبخ، حاجه محببه لكل الاطفال والكبار، سهله خفيفه فيها يعني تعويض عن اللي ما بيحبش يشرب لبن بتغير طعمها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نبدا طبعا نطلع الحله على مقدار اللبن، سواء نص بقى كيلو حسب ما انت هتحب تعملي. دي أول حاجة نبدأ بيها زي ما أنا قلت لكم النهاردة، هنعمل كذا نوع من الأشكال المهلبية، هتشوفوها مع بعض إن شاء الله. هنحلي اللبن طبعا حسب كل واحد ما بيحب، بس انا بفضل المهلبية عموما ما تبقاش مسكرة بتبقى افضل. يعني نجيب النشا دي طبعا عشان نعمل المهلبية البيضة، معلقتين كبار نشا، نضيف شوية ماء الأول، نضيفه على المقدار لحد ما اللبن يغلى عند ايديك. زي ما انتم شايفين بدأ يغلى اهو، بدأ يتماسك. المهلبية البيضة دي هنعمل منها حاجتين، هنعمل منها المهلبية البيضة العادي السادة اللي هنحط عليها جوز وزبيب، والجزء التاني هوريكم هنحط عليه جيلي بقى عامل ازاي. كده تمام خلاص، نجيب الكاسات اللي هنغرف فيها. هنخليه نص جيلي ونص مهلبية. كده طبعا عشان نعمل الجيلي نسخن كوباية مية دافية ونضيف عليها الجيلي. بعد ما دوب كويس هنحط كوباية مية ساقعة، كده بعد ما عملنا الجيلي والمهلبية ساقعة نضيف عليها نكمل بقية المقدار بالجيلي. وهندخلها التلاجة لحد ما تجمد ونشوفها بقت عاملة ازاي. تاني نوع هنعمله هنا هو مهلبية الكاستر، هنجيب برضو اللبن حسب المقدار اللي عاملينه، هو تقريبا كيس الكاستر ده من شغل ماي واي برضو حلو جدا،
ده كاستر اللي هو العادي السادة. هنجيب برضو نص ده نص كيلو لبن، وهنجيب كيس الكاستر ده طبعا زي ما قلنا هنحليه حسب الرغبة. برضه زي ما قلنا في المهلبية البيضة ندوب الكاستر ده برضه في شوية ماء الأوراق اللي بنضيفهم مع اللبن. والفرق بين المهلبية العادية ومهلبية الكاستر، الكاستر بنشا مختلف شوية عن المهلبية العادية. بعد ما اتأكدنا ان هو ده بنضيف صفر الزيت غير التاني برضه مع التقليب حتى التماسك. يعني بدأ يتقلب مسكي نجيب الطاية التقديم برضه. نحط كده برضو بتاعة تخينة شوية الفترة تبقى أخف من كده. ندوره برضو في مية كده، شايفين لونه أحمر ازاي فراولة. من المهلبية حاجة سهلة وخفيفة محمدة كل الأطفال خصوصا في الصيف ده. أتأكد إن ده خالص كده برضو. يعني بدأت تخش بقى في الغلاوة، بدأت تتماسك. نجيب أطباق التقديم ونسيبها طبعا لما تبرد هنوريها لكم بعد كده. تالت نوع هيكون ممكن النهارده ويعمل لبيت الفراولة. برضه هنجهز حلة فيها نص كيلو لبن. ودي من هنا لبيت الفراولة، دي من شغل ماي واي، برضه حلوة جدا ولذيذة ومحببة للأطفال كلهم عشان بتعمل فراولة. الكيس ده كبير وبيكفي كذا مرة أصلا، هناخد منه بس معلقتين. كالعادة اللبن حسب الرغبة. آخر نوع معانا النهاردة هو مقلبية الشوكولاتة. برضه مقدار نص كيلو لبن عليه معلقتين او ثلاثة من مهلبية الشوكولاتة الجاهزة. ده من شغل ماي واي برضو، كيس كبير برضو زي مهلبية الفراولة، وبصراحة طعمها حلو جدا. تعالى نشوف.
قطعت السبع برضو نص كيلو لبن عليه مقدار السكر اللي عايزينه. برضو كالعادة معلقتين أو التلاتة من علبية الشوكولاتة دي بتاعت ماي واي، هندوبها برضو شوية مية قبل ما نضيفها على اللبن عشان ما تكلكعش معانا. متأكد إنها دابت قبل ما نضيفها على اللبن. مع التقليب برضو حتى من اللبن يبتدي يتناسب كده، انها بدأت تخش في الغلوان بدأت تتناسب. احلى من حلبية الشوكولاتة دي والله. نسيبها اما تبرد ونشوف بقى شكلها ايه. زي ما شفتم النهارده كده قدمنا لكم خمس انواع من المهلبيه: مهلبيه المهلبيه البيضاء بالجيلي، مهلبيه الفراوله، مهلبيه الشوكولاته، المهلبيه البيضاء بالزبيب والجوز، ومهلبيه الكاسترا. دي كانت طريقتنا النهارده، يا رب تعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه، وعلامه الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي.